مبسوط جدا جدا ان انا بتكرم النهارده تكريم رسمي من الدوله من وزاره الشباب والرياضه، وحاجه بالنسبه لي انا بفتخر بيها جدا، وبتديني دافع ان انا ابقى افضل وابقى افضل عشان اتطور بشكل اكبر. انا لسه ما عملتش حاجه خالص، انا عندي طموح كبير جدا جدا في الاعلام. طبعا بشكر ربنا في الاول وفي الاخر، واهلي اللي هم وقفوا جنبي كتير جدا، وناس كتير جدا ساندوني في المهنه دي. ابتديت كنت تريننج كمراسل الاول، واللي اداني الستيب ده كان الاستاذ جمال جبر مدير اداره الاعلام بالنادي الاهلي، وبعد كده اللي اداني الدفعه بشكل اكبر وشكل قوي جدا مع الاستاذ جمال جبر كان المهندس عادل القيعي واستاذ ابراهيم منيسي في حلقه من الحلقات كده ملك وكتابه، وانا مراسل اشادوا بيا بشكل كبير. ده اداني دافع كبير قوي ان انا ابقى افضل وان انا اوصل لاهدافي اللي انا لسه ما حققتهاش خالص. بس طبعا في ناس كتير جدا انا عايز اشكرهم ومش عايز انسى حد. استاذ ايمن بدره اول من دخلني الاستوديو في القناه، بعديها باسبوع جه استاذ خالد توحيد الله يرحمه، الدكتور خالد توحيد الله يرحمه صدق على القرار، يعني الراجل اتفرج وخد القرار ان امير يفضل موجود في الاستوديو، ربنا يرحمه يا رب، ليه فضل كبير ايضا عليا. كابتن احمد شبير من الناس اللي ادتني دافع كبير جدا في المهنه دي برضو، فانا مبسوط قوي. ولازم اوجه كل الشكر طبعا لجمهور النادي الاهلي بشكل كامل، لان قناه النادي الاهلي دايما وراها جمهور، وان اي حاجه بتشيل اسم النادي الاهلي بيبقى ليها جمهور، الجمهور ده اللي بيكبر اي حد طبعا، ده شيء مفروغ منه. وشكر خاص لقناه النادي نفسها، لان انا اتولدت في القناه دي وبسببها يعني ممكن الاسم بتاعي يبقى معروف شويه، لكن ان شاء الله باذن الله انا عندي اهداف كتير باذن الله احققها باذن الله. بص انا عايز اشكر كل زمايلي اللي في القناه كلهم، انت فاروق، في ناس كتير جدا زمايلي المراسلين اللي انا كنت معاهم مقدمي البرامج الموجودين دلوقتي، طبعا في قيمات كبيره جدا كمقدمين برامج احنا بنتعلم منهم موجودين سواء في القناه او بره القناه، الواحد دايما بيبقى عايز يتعلم ويتطور، ده شيء مهم جدا. برنامج كلام في الميديا انا بالنسبه لي كنت باخد يوم واحد في الاسبوع، واحده واحده ربنا اراد ان انا اخد البرنامج كله. يعني دكتور محمد العدل لازم اشكره، لان الراجل بينتقدني كتير جدا، فانتقاده ده بجد بيديني دافع قوي، وهو لما بينتقدني بيبقى عايزني ان انا اتطور وان انا ابقى افضل، فانا ايضا بشكره. ولازم اشكر كل زمايلي، استاذ محمد الوسي، استاذ ايمن بدره، كمان فريق الاعداد اللي معايا في برنامج كلام في الميديا ليهم دور كبير قوي، عمرو فهمي، كريم صلاح، نادين، احمد عبد القادر، ساره، احمد شهاب، ناس كتير جدا بيتعبوا في البرنامج ده، واحنا دايما بنبقى نفسنا ان احنا نعمل حاجه تبقى كويسه يتبسط منها المشاهد الاهلاوي ونشاهد الكوره واللي بيحب الكوره بشكل عام في مصر يعني.